شمس القرن السادس عشر الميلادي تشرق على مساجد المغرب، ومعها تشرق شموس الإبداع والإبهار على قممها من خلال القباب الجديدة التي ستولد منذ هذا القرن وإلى القرن العشرين. عبقرية فذة تؤطرها دروس شتى في التاريخ والمجد، مختبئة بين الثنايا والنقوش. القباب الوطاسية معدودة على رؤوس الأصابع، فيما لاحقاتها السعدية والعلوية دشنت لطفرة من القباب الشامخة في مجد المغرب على قمم مساجده. المتبقي لدينا من مساجد الحقبة الوطاسية في المغرب والأشهر من نوعه هو المسجد الأعظم بشفشاون، الذي تأسس في منتصف القرن السادس عشر الميلادي على يد محمد بن علي بن راشد. إضافة إلى صومعته المثمنة، فإن بصمات التميز في هذا المسجد تتخذها القباب التي تكسوها من الخارج طبقة من القرميد الأحمر على غير اللون المتعارف عليه في بقية المساجد وهو اللون الأخضر، مثلما تتميز من الداخل أيضاً بلون فريد سيدخل على مجال البرشلات المغربية آنذاك وهو اللون الأزرق الفاتح. بالنسبة للعصر الوطاسي هو فترة قصيرة بالنظر إلى الفترة الأخرى التي غطتها الدول المتعاقبة مثل المرابطين أو مثل حتى على كل حال الأدارسة ثم المرابطون ثم الموحدون فالمارينيون. المارينيون والوطاسيون هو نفس الشيء، لأن الوطاسيون كانوا لهم مراكز في الدولة وفي البلاطات إلى آخره، وبنوا عمومة المارينيون. فبطبيعة الحال هو من نفس الأسلوب، تربوا في ماشي في شكلوا تيار مختلف أو أسلوب، وحتى الوقت اللي ديال العصر الوطاسي كان عصر قلاقل، عصر نزاعات، حتى استقرار الدولة لم يكن استقرارا، يعني كان مهتز، كان تدخل البرتغالي، كانت يعني حتى قضية التوجه للدولة ليس نحو البناء بقدر ما كانت تهتم بالدفاع. وبالتالي بأن هذا العصر بالنسبة للوطاسي نمر عليه تقريبا مر الكرام، لأن لم يكن فيه أشياء مهمة جدا على مستوى العمارة إلى آخره، ولأن امتداد إلى بغينا نقوله للعصر الماريني إلى أن نأتي إلى العصر السعدي. في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي، وينتقل الحكم في المغرب إلى أيدي الأشراف السعديين، ومعهم تنتقل أيضا فنون العمارة إلى مستويات أخرى إبان هذا العصر. ونبدأ في اكتشاف هذا التوجه مع الرموز المعمارية لهذه الحقبة من بيوت الله، ومسجد باب دكالا يعد من أقدم هذه النماذج، وهو المعلمة الدينية التاريخية ذو القباب الرائعة التي شيدتها السيدة مسعودة بنت أحمد بن عبد الله الوزقيتي أم السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي سنة 1557 ميلادية. وقد عرفت مساجد المارينيين والسعديين وضع قبتين على البلاط المحوري الأوسط، الأولى عند بدايته أمام المحراب، والثانية عند نهايته بالواجهة المطلة على الصحن،
مثل مثلا مسجد باب دكالة بمراكش. كما نجد في بعض الحالات بالبلاط المحوري الأوسط قبة ثالثة عادة ما تعلو وسطه. وبالنظر لاستحسان عنصر القبة بين مساجد أضاف السعديون قبتين بصحن جامع القرويين تذكرنا بقبتي بهو السباع بقصر الحمراء بغرناطة. قبتا صحن القرويين بفاس تحفتان تعلوان خاصتين يتوسطان الجانبين الضيقين لصحن القرويين. الأولى كان قد بناها المنصور السعدي سنة 1588 ميلادية، ثم جاء الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد الشيخ حفيد المنصور فسعى إلى تجميل الجانب الغربي من صحن القرويين بخصة وقبة سنة 1610 ميلادية. ربما تفوقان من حيث الفن ما كان جده المنصور قد قام به في الجانب الشرقي. عصر السعديين كان عصر فنون وصناعات تطبيقية في كل مناحيهما، سواء من حيث الزخرفة أو الألوان المستحدثة، وهو ما يسمى بتقنية الزواق. الشكل الخارجي يبقى نفس الشكل، لكن الشكل الداخلي عندما نرى القبة من الداخل فإن هناك إبداع وهناك تغيير وهناك توظيف لمختلف هذه المكونات وإدماجها من أجل إبداع أشكال أخرى توظف الجص وتوظف الخشب على اختلاف أشكاله وأنواعه، دون أن ننسى كذلك ما يصطلح عليه عند المعلمين المغاربة وهو الزواق، أي إدخال الصباغة في رسم الأشكال الزخرفية عوض نقشها، وهي من الميزات التي طورها البناؤون المغاربة منذ نهاية الفترة السعدية وبداية الفترة العلوية إلى الآن. فالعصر السعدي كان فعلا نوع من القطيعة والتجاوز، ومنذ معركة واد المخازن في 1578 فأنا ذاك المغرب بنى مستوى آخر ومعاملة أخرى وقيمة أخرى بطبيعة الحال، وكان عصر ذهبي أحمد المنصور الذهبي مثلا. كيف بنيت مراكش من جديد وبنيت عدد من المعالم في المغرب، كيف بني قصر البديع أعجوبة الدنيا المرحوم عبد الهادي التازي يتكلم عنه، وكانت فيه القباب مغطاة حتى بأنواع الزمرد وبالذهب وبالعاج إلى آخره، القباب تعطت له واحد القيمة كبيرة جدا. مراكش روعة من الروعات التي وهبها الله للمغرب، ولذلك العناية بمثل هذه المعالم العناية بها من شأنها أن تفتح عيون الذين يزوروننا من الخارج. وبالمناسبة أذكر أيضا أن العناية مصبة على سائر القباب التي توجد في المملكة المغربية من أقصاها إلى أقصاها. ولما كانت كل هذه الروائع من المساجد التاريخية تشكل ذاكرة حية لحضارة المغرب ومجده وتراثا دينيا وإنسانيا ثمينا، فإنه لا يجوز تركه لعواد الزمن، هو الذي وصل إلينا اليوم بفضل إتقان الأيادي التي أمهرته. واهتمام الجهات المسؤولة منصب اليوم أكثر من أي وقت مضى بترميم هذه النفائس، والقباب جزء لا يتجزأ منها. ومن خصائص معمار المسجد المغربي التي تراعى في أعمال الترميم اتساع بيت الصلاة ووجود البلاطات الموازية لجدار القبلة والصحن المكشوف واستعمال الأكتاف الحاملة للسقوف والأسقف الهرمية والمآذن المربعة المتناسبة في الطول مع كتلة البناء
وتزيينوا بالجبس والمنقوش والفسيفساء، والاهتمام بالرواق الأوسط المؤدي إلى المحراب، واستعمال القباب، والإبداع في السقف بالخشب، والتمييز بالمقياس الإنساني في علو الجدران، والاهتمام بالجانب البيئي ولا سيما بالتشجير. تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال برنامجها الهام الذي يسمى المحافظة على المباني الدينية التاريخية إلى ترميم 5 إلى 6 في بعض الأحيان 7 مساجد تاريخية سنويا، وتعتبر القباب والبرشلات من بين أكثر العناصر المتضررة بالمساجد، وذلك بفعل انتفاخ الجبس وظهور الرطوبة بسبب التسربات المائية، تدهور القباب الخشبية بسبب الحشرات الدقيقة أو البكتيريا، ثم طمس الزخارف الجبسية بالصباغة أو الجير التي عادة ما يقوم بها المحسنون عن حسن النية. يعتبر عصر الدولة العلوية الشريفة عصراً رائداً في تاريخ العمارة والفنون المغربية بالنسبة لتاريخ الفن الإسلامي العام بالمغرب، منذ أول ملوكها وهو المولى محمد بن شريف الذي بويع بسجل ماسة سنة 1642 ميلادية، وصولاً إلى المولى إسماعيل بناء العلويين الذي وصل فن العمارة في عهده أوجه الذهبي، منذ أن بويع بمكنسة الزيتون سنة 1674 ميلادية. سيعرف هذا العهد عامة تطوير البرشلات لتصبح ذات أحجام وأبعاد أكثر اتساعاً، وكذا الحفاظ على الإبراز المستمر للقباب فوق الأماكن النبيلة من المسجد وهي المحراب وجدار القبلة. مسجد للعودة بمكناس بني ما بين 1672 و1678 ميلادية كمصلى لقصر مكناس، مكونا لجزء من الدار الكبرى بالمقر الملكي. يعد أحد أشهر المساجد الإسماعيلية، تتميز قبابه بالقبة الثمانية الخشبية الملونة، كما توجد قاعة صلاة أخرى بالمسجد ملحقة بالقاعة الرئيسة تعلوها قبة هرمية كبيرة مستطيلة تسمى عرفا بجباح لأنها تشبه خلية النحل. وهذا المسجد مبرمج ضمن مخطط الترميم الذي تسهر عليه الوزارة الوصية لسنة 2017 بإذن الله. المسجد الأعظم بطنجة من آثار المولى إسماعيل عندما حرر طنجة من الوجود الإنجليزي سنة 1687 ميلادية، ووقع تجديده في عهد السلطان سليمان سنة 1817 ميلادية. وكان للمولى إسماعيل بصمته الخالدة على قباب جامع القرويين بفاس، الذي لم يفت أي دولة من دول المغرب أن تترك بصمتها عليه، بإحداث شماسيتين بأعلى واجهة المحراب فوق مستوى الشماسيات القديمة، ونسبت إليه أيضاً القبة المضلعة التي تحمل الجرس الأكبر وهي الثالثة جهة العنزة حوالي سنة 1712 ميلادية، كما كانت قبة صحن القرويين موضع عناية وإصلاح العلويين وذلك من قبل المولى يوسف. جاء العهد العلوي، والعهد العلوي كان أيضا عهد مهم جدا جدا. لماذا؟ لأن الآن نحن في مرحلة تطوير التقنيات، لأن القرن ابتداء من القرن 16 والـ17 والـ18 بدأت العمارة الآن في قفزة نوعية على مستوى الإنشاء وعلى مستوى هياكل الهندسية. ما
من المآثر الدينية المشهودة للسلطان محمد بن عبد الله في المدينة الحمراء عند خلافته مسجد بالريمة أو ما يطلق عليه بجامع الملوك الذي تأسس سنة 1757 ميلادية ليضم 4 أساكيب تتوسطها قبة كبيرة. وفي العاصمة الرباط نجد مسجد أهل فاس بالمشور الملكي وهو ذو ميزة خاصة، ففي عصر السلطان محمد بن عبد الرحمن محمد الثالث تجدد بناء المسجد وزينت سقوفه الداخلية إلى أن جاء السلطان محمد بن يوسف فأكسبه وضعه الجمالي المعاصر وجعل منه جامع الخطبة الملكية الذي يقصده أمير المؤمنين من القصر الملكي عبر المشور في موكبه الخلافي الرسمي. والقبة البديعة المتلألئة التي نراها الآن خير شاهد على الإبداع المتفرد الذي صاغها في هذا الشكل المتورد أو الحلزوني، فهي قبة مقربصة تجمع لأول مرة بين الخشب والجبس، محتضنة داخل مقربصاتها تقنيات متقدمة في الإضاءة. في عهد العلويين بنيت مساجد للصلوات الخمس، سقفت قاعات صلاتها بقبة واحدة فقط، ونظرا لخصوصيتها هاته سميت بمساجد القبة، كمسجد القبة مثلا بالرباط، ومسجد القبة بمكناس، ومسجد سوق الحناء بمراكش. مساجد القبة إذن بنيت على عهد السلطان سليمان وسميت كذلك تثميناً لعنصر القبة معمارياً داخلها، سواء منها مسجد القبة بالرباط أو جامع الكبير بمكناس، فهي مساجد ذات مساحات صغيرة جداً دون صحن ولا دار للوضوء وذات مدخل واحد. في عهد المولى سليمان نفسه سنجد أن مسجد بن يوسف بمراكش سيعرف انبعاثاً من جديد بعد قرون على هدمه من طرف الموحدين حين بناه العاهل المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين سنة 525 هجرية، فأعاد بناءه المولى سليمان سنة 1820 ميلادية، ويضم قباباً وبرشلات طويلة من خشب الأرز المزوقة والمزخرفة بطريقة فريدة. وهذا المسجد وقبابه كان قد رمم من طرف الوزارة بمعية المحسنين سنة 2011-2012. العهد العلوي الذي امتد على قرون إلى يومنا هذا يصل بنا إلى القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ومع عهد الحماية ثم فترة ما قبل الاستقلال سيولد جيل جديد من القباب. في عهد الحماية أن المساجد من ناحية الإنشائية الكتلة المبنية ستتقلص، يعني مثلا سماكة الحجارة وسماكة الجدران وسماكة بدأت تتقلص، ثم نرى الآن بأن التقنية أكثر مركزة على الفضاء الداخلي، وبدأت القباب تفقد رمزيتها وأهميتها. لماذا؟ لم تصبح عنصر إنشائي كما قبل، لأن في الأول كان مشكل، يعني مشكل كيف ممكن إيجاد فضاءات واسعة داخل المسجد، وهذه الفضاءات الواسعة كانت تتطلب هذه التقنية المتطورة للبناء للقباب لكي نشكل فضاء أوسع. لكن مع الحماية بدأت مواد جديدة تدخل، فمثلا الآن مع الأعمدة بالإسمنت أو الخرسانة بدأنا ممكن أن يكون العلو أكثر من 4-5 أمتار، وممكن أن تكون الامتدادات يعني أطول وأوسع. و
وتدور عجلة الزمن إلى أن تصل إلى عهد العبقرية الفنية والمعمارية التي واتتها بشائر ثورة التكنولوجيات الحديثة في مجال الهندسة والبناء، والتي انعكست على قباب هذه المساجد، فبتنا نرى تحفاً عجيبة ترفل بها قممها. العبقرية التي ظهرت في المساجد التي بنيت على عهد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهي عديدة ومبهرة، إلا أن الأكثر إبهاراً فيها ما ساق السبق إلى يومنا هذا في تقنيات بناء القباب على وجه الخصوص. إنه مسجد لالا سكينة بالرباط، الذي يدخل لأول مرة القباب المتحركة أو المفتوحة إلى مساجد المغرب. قبل ما نصوبوا التصميم طبعا يعني درسنا وشفنا يعني شفنا المساجد اللي تبناو في الشرق، وشفنا يعني خدينا افكار مع عند واحد المهندس عراقي اللي هو مشهور سميتو محمد مكية، يعني حاولنا يعني ناخذ خبره من مهندسين شرقيين اللي هما مشهورين، ولكن طبعا كنا محتفظين يعني بالنمط المغربي ومحتفظين يعني بالهندسه المغربيه. وفي العصر الحديث لم تعد القباب تتواجد فقط بالبلاط الرئيسي أو المحاذي لجدار القبلة، بل اتخذت القباب مواقع منتشرة بقاعة الصلاة وخارجها كذلك. فبظهور الأروقة الخارجية بالمساجد كمسجد لالا سكينة بالرباط ومسجد لالا أسمع كذلك بالرباط، اتخذت القباب موضعا جديدا، وهو الزوايا بملتقى الممرات الخارجية والمحيطة بالمسجد، ولإضفاء رونق وجمالية على المساجد أضيفت على مداخلها قباب مصنوعة من الخشب أو الجبس المنقوش. ثورة التجديد والابتكار ركزت في قباب هذا المسجد باعتباره نموذجاً لعقد ثمانينيات القرن الماضي، بل كان سابقاً لزمنه. ركزت على تطوير مفهوم الإضاءة بتقنية القباب أو الأسقف المتحركة التي تصنع وتركب لأول مرة بمساجد المغرب، بل وحصرياً تتيح أكثر من منظر من الداخل للقبة السماوية المفتوحة. التجديدات التي أدخلت على مسجد لالا سكينة، هناك السقف المتحرك، وخصوصية هذا السقف تتجلى في خلق ثلاثة أجواء. الجو الأول هو لما يكون السقف مغلق، والمرحلة الثانية الجو الثاني لما يكون السقف مفتوح، والجو الثالث هو لما يكون السقف مفتوح واحد الشباك بالألمنيوم تيخرج وتيعطي الظل، تبقى محتفظ يعني بتهوئة طبيعية وزواقات صنعت يعني خاصة بهذا المسجد، واللي هو مهم هو بالنسبة للآليات غير مرئية، والشباك هو بنفسه يعني ما تيبانش، يعني المسجد يبقى محتفظ بالهندسة الأصلية يعني بالصفوفة والترتيب العادي. نهاية العقد الثامن من القرن العشرين، التاريخ الذي رأى فيه النور مسجد لالا سكينة بالرباط هو التاريخ نفسه الذي ستبدأ فيه أول لبنة في حلم ديني وحضاري ومعماري وفني كبير اسمه مسجد الحسن الثاني، حلم سيرى النور أيضا بعد خمس سنوات سنة 1993 بالدار البيضاء. الصرح العملاق الذي بني ثلثاه على البحر وشارك في تمويله وبنائه كل المغاربة، فكان بحق مفخرة المغرب في الماضي والحاضر والمستقبل. على مستوى الزخارف، كيف ممكن أن الصانع المغربي ينتقل من مقياس صغير، لأن حرفيو المغرب كانوا دائما يزخرفون مجالات لا تتعدى علوم معين،
إلا أننا سنطلب من النجار أو الحرفي في النجارة وفي الزليج وفي الجبس أن يعطينا زخرفة تلائم معلمة بهذا المقياس. هو مقياس كبير جدا، هو مقياس مسجد الحسن الثاني، وأعتقد أن الصناع في المغرب أبدعوا في هذا المسجد. وأنا بالنسبة إلي مسجد الحسن الثاني هو إحياء المدرسة المغربية فيما يخص الحرف وعلاقتها بالمسجد. ولا ننسى بأن زخارف المساجد كانت هي دائما المرجع حتى للبيوت. ومن الانفراد في تقنية الظل التي تتيحها قباب مسجد لالا سكينة المتحركة من خلال شباك الألمنيوم، إلى الانفراد والضخامة والعبقرية في كل شيء في مسجد الحسن الثاني، وعلى رأسها القباب الفخمة والبابخة التي تظل لها الأفواه فاغرة والعقول حائرة. أظن بأن من خلال نموذج مسجد الحسن الثاني يمكن أن نقف على التطور الذي عرفته هذه القباب من حيث الشكل ومن حيث الزخرفة ومن حيث توظيف مختلف الأشكال الزخرفية بالمساجد المغربية، حيث نتحدث عن القبة الستينية، نتحدث عن القبة المعرقة، نتحدث عن قباب مقرنصة وغيرها من القباب، حيث أن الشكل الخارجي يبقى نفس الشكل، لكن الشكل الداخلي عندما نرى القبة من الداخل فإن هناك إبداع وهناك تغيير وهناك توظيف لمختلف هذه المكونات وإدماجها من أجل إبداع أشكال أخرى توظف الجس وتوظف الخشب على اختلاف أشكاله وأنواعه. روعة أخرى تزهو بها قمم مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتحديداً مئذنته الشامخة التي تلامس عنان السماء بأن ازدانت بقبة رائعة تمثل روائع الفن الإسلامي في المغرب. تحفة تأخذك إلى تحفة حتى تصل إلى الأعجوبة التي تغطي قاعة الصلاة الكبرى في مسجد الحسن الثاني. سقف متحرك عملاق، جهته السفلى عبارة عن قبة خشبية مكسوة بالخشب المزخرف، طوله 70 متراً وعرضه 20 متراً، وعندما يفتح يصبح فضاء تبلغ مساحته 2400 متر مربع، مما يمكن المصلين من التواصل مباشرة مع قبة السماء. قبة السماء، حين ينظر الإنسان إلى السماء ينظر قبة مزينة إلى آخره، ولذا بطبيعة الحال في الكتب الدينية كلها في الكتب السماوية الكتابة عن كل ما هو قبة السماء والثريا والاستدارة والكون، فقضية الكون الإنسان يريد أن يعيش يصنع كونه الصغير ولكن في ارتباطه بالكون الكبير، فهناك قضية الاستدارة والكون. فلذلك حتى الهندسة هي تمثلات، هي صناعة فضاءات وتزيين فضاءات ورسم فضاءات يعيشها الإنسان، ولكن مع تمثلات يعني في يستحضر فيها الإنسان قضية الآخرة، قضية الجنة، قضية ما تسمو إليه نفسه أو ما يريد أن يحققه في بالنسبة للمثال الأعلى في الحياة. الجواهر الثمينة والنادرة التي انبثقت عن أيدي الصناع والحرفيين والمهندسين والبنائين مبدعي مسجد الحسن الثاني وقبابه الرائعة تجتمع في أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، فهي خلية النحل التي تسقينا عسل هذه الروائع والنوادر، على أن كأس المجد لن تقف عند هذا الصرح من مساجد المغرب، بل لا زالت تسقينا من معينها الزلال
عناوين الفخر والعزة مع العهد الذي نعيشه اليوم لحظة بلحظة، عهد قباب مساجد القرن الحادي والعشرين بالمغرب، عهد مساجد محمد السادس، قباب جديدة نشهد ميلادها لتكتب تاريخنا في الحلقة الخامسة والأخيرة من مجد المغرب على قمم مساجده.